وبمناسبة إعلان مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية قرارهما المشترك بدعوة المملكة المتحدة للانضمام إلى اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، أكد معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، أكد أن هذا الإعلان يعكس الدور المحوري الذي تقوده مملكة البحرين وجهودها الداعمة لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. من جانبه أكد الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أهمية هذه الدعوة لترسيخ دعائم الأمن. لا شك أن هذه الاتفاقية اتفاقية تاريخية ومهمة ليس فقط لمملكة البحرين إنما للولايات المتحدة وبريطانيا والمنطقة ككل. لا شك أن هذه الاتفاقية اليوم تأتي بمناسبة مرور 20 عام على بدء حوار المنامة في مملكة البحرين، وأيضا مرور 10 سنوات على اتفاقية التسهيلات البحرية للبحرية البريطانية هنا في مملكة البحرين. ولا شك أن هذه الاتفاقية ليس فقط اتفاقية أمنية أو دفاعية إنما تشمل اقتصادية واستثمارية، وسمعنا اليوم أيضا في الذكاء الاصطناعي بيكون محور أساسي في هذه الاتفاقية. ولا شك أن اليوم قبول ودعوة بريطانيا لهذه الاتفاقية هو تحويلها من اتفاقية ثنائية لاتفاقية مالتيلاترال اللي هي أكثر من دولتين. ولا شك أن هذه فرصة مثل ما سمعنا اليوم لدول أخرى للمشاركة وفي هذه الاتفاقية. العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية قوية وتاريخية، ولكن اليوم إضافة بريطانيا وأن الاتفاقية تكون مفتوحة للدول الأخرى تعطي فكرة مهمة عن اهتمام القيادة الرشيدة بمستقبل البحرين وعلاقاتها ومستقبل المنطقة بشكل عام. فلا شك أنها بتخلق نوع من الإضافة النوعية لمنطقتنا، واللي بيشوفون من خلالها الدول الأخرى في مختلف قطاعات العالم أهميتها لأنها متعددة، ليست فقط دفاعية وإنما دفاعية وتجارية وفيها جانب تكنولوجي مهم. فكل التوفيق والنجاح لكل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي وهذه الاتفاقية التاريخية، وبإذن الله نشوفها في تطور دائم بإذن الله.